الأمر اللي أنا بتكلم فيه أمر مختلف. في الأشقاء والضيوف اللي بتكلم عنهم بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة، وأرضهم موجودة وباقية لهم، لكن الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف. إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا إحنا خط أحمر، خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به. إحنا كنا دايماً بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور أبداً إن ده معناه ضعف أو تهاون. لا هو ضعف ولا هو تهاون. لا تهجير، لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر. ده خط أحمر بالنسبة لنا.